والله انا حبيت نعقب نقول هو طالب من اش او سي يعني اوتيتود كوميرسيال بزنس سكول. انا كنت عينت في 2013 عضو مجلس الاداره مع ثلاث رؤساء مؤسسات، اثنين من القطاع العام واثنين من القطاع الخاص. لما رحت الاول جلسه لقيت وجدت نفسي في مجلس اداره فيه 26 عضو، وزاره المجاهدين، وزاره البيئه، وزاره، يعني ما فهمتش وش جديد في البزنس سكول يعني. والله يعني استقلت يعني هربت يعني ما فهمتش يعني وزاره المجاهدين ولا وزاره البيئه ولا وزاره يعني التضامن وش جيت تفعل في بزنس سكول. هذا يعني اعطيت لك هذه الحكايه لانه باش تشوف نمطيه التسيير القديم يعني يعني الاداري كلاسيكيه قاتله وحتى الاخوه الرؤساء المؤسسه ما زادوا شرعوا من هذاك النهار.